أخبار اليوم. النهارده أقول للإخوة المسيحيين وقداسة البابا قدروس الثاني وكل الشعب المصري كل عام وأنتم بخير، وبالنسبة للقيام المجيد، مصر اللي بتجمعنا في الأزمات بتجمعنا برضه في الأفراح. زي ما وقفنا مع بعض في الحروب وفي الثورات وفي الأزمات، نقف مع بعض النهارده ونهني بعض ونقول كل سنة وأنتم طيبين. الإسلام يقول أنت بروهم وتقسطوا إليهم، مفيش فرق بين دين وآخر، كل الأديان دين محبة ودين سلام ودين تسامح. علشان كده احنا حريصين نوصل رسالة إسلامية ونهني إخواتنا الأقباط عشان نقول الإسلام دين محبة، ونوصل رسالة وطنية علشان أعدائنا يعرفوا إن مصر دولة واحدة وشعب واحد ومتجمعين دايما على الخير وعلى المحبة وعلى مصلحة هذا الوطن بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير. شكرا. هذه المناسبتان جميلتان في هذه الذكرى تقوم مصر في ذكرى قيام السيد المسيح. هذه رسالة للعالم أن كل الأنبياء يرعون مصر، وأن مصر هي هيبة السماء، وأن مصر مرعية ومن كافة الأنبياء. في هذا اليوم كل التقدير وكل الاحترام وكل الدعوات الطيبة لمصر والمصريين مسيحيين ومسلمين، وكل سنة وإحنا كلنا جميعا نتوجه للشعب المصري كل بصفة عامة والمسيحي مصر والعالم بخالص الأهالي بمناسبة عيد القيامة المجيد. وفي الحقيقة إحنا أزمة الخمسين اللي فاتوا علمتنا إن الشعب كل ما بيكون متناسق ومتلاحم كل ما بنقدر نعمل أسوأ. وعشان كده الفريق جدا إنه في جميع الأعياد والمناسبات إن أنا أشارك، وبقينا بننظر للأعياد الدينية اللي عليها كمان بعد وطن، فبقى العيد القيامة وعيد المناسبة وعيد ديني، لكن كمان وعيد وطن بيحتفل بيه كل المسلمين وسادوا مناسبنا وزي ما كان تعالى يا عم وصل من ذكر المسلمين. المسلمين كل سنه طيبين في عيد القيامة، كل سنه المصريين كلهم طيبين. اللي احنا بنمر بفتره اعياد خمس ايام كمان يومين ثلاثه كنا بنحتفل بعيد اليوم، نحتفل بعيد القيامة وبدا عيد العمال وبعد كده ان شاء الله عيد شم النسيم وعيد كل المصريين والمسلمين وكل الشعب بتاعنا. اولا كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود الخير ليها خير عليهم وعلى مصر كلها وعلى مصر كلها، وان شاء الله العام القادم يكون حلو وجميل ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.